ليعلم الجميع أن نظام الملك هو وزيري ما حييت، وأن أمره نافذ كأمري. حاضرا كنت أم غائبا؟ أيها السياف، أمر مولاي. حتى سيافي يأتمر بأمره. قل لي أيها السياف، إن أمرك نظام الملك بضرب عنق أي أحد هنا هذه الليلة ماذا تفعل؟ أضرب عنقه يا مولاي كائنا من كان، إلا إذا أمرني بضرب عنق مولاي السلطان فلن أطيع. اجلس مكانك يا نظام الملك. كان حسن الصباح ونظام الملك زملاء دراسة، وما إن دارت الأيام دورتها وتقلبت الأحوال والمسببات حتى أصبح نظام الملك وزيرا للسلطان السلجوقي، وأصبح حسن الصباح أحد أخطر الشخصيات في العالم. فاشتعلت الحرب بين حسن الصباح ونظام الملك، فما كان من الأول إلا أن قتل صديقه وغدر بزميل دراسته. فلماذا قتل حسن الصباح نظام الملك؟ ومن هو نظام الملك الذي كان هو السلطان السلجوقي على وجه الحقيقة، خصوصا في فترة ملك شاه، لأنه هو الذي كان يدير الأوضاع ويدبر الأمور؟ ولماذا ساءت الأحوال بينه وبين ملك شاه؟ كيف استطعت فعل ذلك؟ لماذا سمحت لنفسك أن تتخذ قرارات بدلا مني يا حاج؟ لمصلحة الدولة. لا تبرر فعلتك. لقد أسقيتني كأس العذاب والحسرة لسنوات طويلة. كذبت علي وخدعتني رغم أنني وثقت بك. لقد خنت ثقتي يا نظام الملك. والآن اذهب، فلا أريد رؤيتك، وانتظر قراري بحقك. لا أريد رؤيتك هنا. هيا ارحل. قبل التعرف على نظام الملك الطوسي، قامت دولة السلاجقة في إيران والعراق في القرن الخامس الهجري على يد طغرل بك، وأعادت للخلافة العباسية بعض هيبتها المفقودة، وأرجعت لها جزءا من نفوذها الغابر. وكان السلاجقة يرون في الخلافة السنية رمزا دينيا يعبر عن وحدة المسلمين، فأحاطوها بمظاهر التقدير والتكريم. وبعد وفاة طغرل بك في عام 455، تولى ألب أرسلان ابن أخيه حكم السلاجقة، وكان قبل أن يتولى السلطنة يحكم خراسان وما وراء النهر، ويعاونه وزيره أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الطوسي المشهور بنظام الملك. بداية ظهور الوزير. لا تذكر المصادر التاريخية كثيرا عن الحياة الأولى للوزير النابه ونشأته، وليس هناك شك في أنه تلقى تعليما طيبا، حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم العربية وألم بالفقه والحديث، ودرس الآداب التي تتعلق بأمور السلطنة، وإلى جانب ذلك تحلى بالفطنة والذكاء والحكمة والعقل والقدرة على تصريف الأمور والكياسة وحسن السياسة، وكلها مؤهلات لازمة لمن يتطلع إلى الاتصال بالسلاطين وتولي المناصب العليا. اتصل نظام الملك الطوسي بداود بن مكيال بن سلجوق أخي السلطان طغرل بك، وكان يحكم خراسان حينها، فلما عمل معه أعجب داود بكفاءته وإخلاصه، وألحقه بحاشية ابنه ألب أرسلان، وقال له: اتخذه والدا ولا تخالفه فيما يشير به. تولي الوزارة. ولما توفي طغرل بك، أجلس وزيره عميد الملك على عرش السلطنة سليمان بن داود ابن أخي السلطان وولي عهده، وكان طفلا صغيرا لا يتجاوز 4 أعوام حينها. ولم يرضى الناس بذلك، فالتفوا حول ألب أرسلان، وكان قائدا شابا وسياسيا بارعا، توفرت فيه صفات القيادة وتولي جسام الأمور، فنجح في دخول الري عاصمة الدولة، ومعه وزيره نظام الملك في عام 455، واستقبله عميد الملك الكندري وهنأه على السلطنة. وهذا الوزير كان حكيما عاقلا، يتمتع بنفاذ البصيرة في الأمور وبعد النظر وحسن السياسة مع رسوخ القدم في العلم والأدب، وكان من أسباب اتساع الدولة وازدهارها. وبعد تولي ألب أرسلان السلطنة، أقر الكندري على الوزارة، وحاول الكندري من جانبه
بجانبه أن يكسب رضا السلطان أملا في الاحتفاظ بالوزارة، لكن ذلك لم يدم طويلا، فسرعان ما تغير عليه السلطان وأوجس منه خيفة، وكان لنظام الملك يد في هذا التغيير والتحريض على عزله من الوزارة، فأقدم السلطان على خلعه في عام 456، ثم سجنه بعد ذلك، ثم لم يلبث أن قتله بعد نحو عام واحد. وبعد عزل الكندري تولى نظام الملك الوزارة، ولم يكن وزيرا لامعا ومدبرا للأمور فحسب، بل كان راعيا للعلم والأدب، يحفل مجلسه بالعلماء والفقهاء والأدباء. وظل نظام الملك يعمل مع ألب أرسلان 9 أعوام ونصف وزيرا ومساعدا له. ازدهرت الدولة في أثنائها وتوطدت دعائمها، وارتفع شأنها واتسعت حدودها، وتوجت جهودها بالانتصار على الروم البيزنطيين في معركة ملاذ كرد الخالدة التي وقعت في عام 463. وبعد هذه المعركة لم يعش ألب أرسلان طويلا ليجني ثمار نصره ويواصل فتوحاته، حيث توفي بعد هذه المعركة بعامين تقريبا في عام 465، وخلفه على السلطنة ملك شاه. نظام الملك وملك شاه. ظهرت قوة الوزير نظام الملك واتساع نفوذه بعد وفاة ألب أرسلان، فوقف إلى جوار ابنه الأكبر ملك شاه، وكان الصراع قد دب بين أفراد البيت السلجوقي، لكن ملك شاه كان أرجحهم كفة وأقواهم نفوذا، فضلا عن مؤازرة الوزير نظام الملك وتأييده له، فتولى السلطنة وأسند الوزارة إلى نظام الملك حتى تستقر الأوضاع في الدولة. كان السلطان الجديد في سن 20 عندما تولى الحكم، في حين كان الوزير نظام الملك في 55 من عمره، عالما ناضجا صهرته التجارب والأيام وصقلته السنون والأزمان، وخبر الحكام والسلاطين، وهو ما جعل السلطان الجديد يجله ويحترمه ويخاطبه بكل تبجيل، ويناديه بالعم، ويلقي إليه بمقاليد الأمور، ويضع فيه ثقته قائلا له: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك، فأنت الوالد. أبا علي، كم مرة يجب أن أقول لك هذا؟ أنت الوالد، فاصنع في بلادي ما أحب. وأدت هذه العلاقة الوثيقة بين السلطان ووزيره النابه إلى ازدهار الدولة وبلوغها ذروة المجد، فاتسعت حدودها حتى شمل سلطانها بلاد الشام وجزءا كبيرا من بلاد الروم، ومدت نفوذها إلى كرمان ومنطقة آسيا الصغرى، فأصبحت دولة مترامية الأطراف تمتد من حدود الهند والصين شرقا إلى البحر المتوسط غربا، ومن البحر الأسود شمالا إلى الخليج جنوبا، وصارت أكبر قوة في العالم آنذاك. المدارس النظامية. أود يا مولاي أن أستشيرك في أمر اختبار العلماء. اجلس وافصح. لقد كثر الرجال الذين يدعون العلم وليسوا بعالمين، فإن أذن مولاي أنشأنا مدارس يرتادها الفضلاء ويجتمع فيها العلماء، تقوم على مناهج تختبر قدرات أهل العلم. تبدو فكرة حسنة، لا بأس. بلغت الوزارة أعلى درجاتها في الفترة التي تولاها نظام الملك الطوسي في الدولة السلجوقية، فقد كان نافذ الكلمة في كل الأمور، يسيطر على الجيش والولاة، وكان عالما أريبا له كتاب عظيم في سياسة الملك اسمه سياستنامة، أي كتاب السياسة، ضمنه أفضل النظم لحكم الولايات التي تتكون فيها الدولة وتصريف الأمور، وسجل فيه أصول الحكم التي تؤدي إلى استقرار البلاد، وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية، وأسدى الوزير خدمة جليلة خلدت ذكره في تاريخ الحضارة الإسلامية. هذه الخدمة فاقت أعماله في دنيا الحكم والسياسة، ألا وهي إنشاءه عددا من المدارس في أنحاء الدولة، فسميت بالمدارس النظامية، وهي تعد أول نوع من المؤسسات العلمية والمدارس التعليمية النظامية، أول مدارس من هذا الطراز ظهرت في تاريخ
تاريخ الإسلام، وقد هيئت لطلابها أسباب العيش والتعليم، وقد خصصت المدارس النظامية لتعليم الفقه والحديث، وكان الطلاب يتناولون فيها الطعام، وتجري على كثير منهم رواتب شهرية. ومن أهم المدارس التي أنشأها نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد، التي بدأ في بنائها في عام 457، وبلغ من اهتمام الخليفة العباسي بها أنه كان يعين الأساتذة فيها بنفسه، وكان يدرس فيها الفقه والحديث وما يتصل بهما من علوم، وقد درس فيها مشاهير الفكر والثقافة مثل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، في الوقت الذي كان يدرس في نظامية نيسابور إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. وقد أسهمت هذه المدارس التي انتشرت في بغداد وأصفهان ونيسابور ومرو، أسهمت في تثبيت قواعد المذهب السني والدفاع عنه ضد مختلف البدع والمذاهب المنحرفة التي انتشرت في ذلك الوقت. وقد بلغ ما ينفقه نظام الملك في كل سنة على أصحاب المدارس والفقهاء والعلماء 300,000 دينار. فلما راجعه ملك شاه في هذا الأمر قال له الوزير العالم: قد أعطاك الله تعالى وأعطاني بك ما لم يعطه أحدا من خلقه، أفلا نعوضه عن ذلك في حملة دينه وحفظة كتابه ب300,000 دينار؟ نهاية نظام الملك. كان نظام الملك بعدما كبرت سنه يستعين بأبنائه وأقاربه في إدارة أقاليم الدولة، وكان لهؤلاء نفوذ كبير في الدولة استمدادا من نفوذ نظام الملك نفسه، وكان بعضهم يسيء استخدام السلطة ويستغل نفوذه في مآربه الخاصة، وهو ما أعطى الفرصة لحساد نظام الملك أن يفسدوا العلاقة بينه وبين السلطان ملك شاه، ونجحت مساعيهم في ذلك حتى هم السلطان في عزله. صدقني يا مولاي لا أعلم عما تتحدث. أنا أعلم، أنت إذن آخر من يعلم عما يدور في هذا القصر. اسمع يا نظام الملك، إنما جعلتك وزيري وأكبر رجال دولتي لوصية والدي رحمه الله، لكنني على ما يبدو سأتنصل من هذه الوصية إن لم تحسن أداءك. انتقي رجالك في قصري، وإلا أخرج معهم ولا تعد بعد. لكنه لم يجرؤ على تنفيذ هذا الأمر، فبعث إليه برسالة تحمل تهديده ووعيده، فما كان من نظام الملك إلا أن قال لمن حملوا له رسالة السلطان: قولوا للسلطان، إن كنت ما علمت أني شريكك في الملك فاعلم، فإنك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري ورأيي. أما يذكر حينما قتل أبوه؟ فقمت بتدبير أمره، وقمعت الخوارج عليه من أهله وغيرهم، ثم لم يلبث أن قتل الوزير نظام الملك الطوسي في أصبهان. قتل في عام 485 على يد أحد غلمان فرقة الباطنية المنحرفة المعروفة بالحشاشين، حيث حين تقدم إليه وهو في ركب السلطان في صورة سائل أو زاهد، فلما اقترب منه أخرج سكينا كان يخفيها وطعنه طعنات قاتلة، فسقط صريعا على الأرض. وكان نظام الملك شديد الحرب على المذاهب الهدامة وبخاصة مذهب الباطنية، فأرادوا التخلص منه بالقتل. وبعد وفاة نظام الملك الطوسي ب35 يوما توفي السلطان ملك شاه، فانطوت صفحة من أكثر صفحات التاريخ السلجوقي تألقا وازدهارا.